الاختبارات الموحدة، اختبارات نهاية العام الدراسي، والذي كان مقرر البدء في تنفيذها يوم 17/5/2023 قد تأجلت بسبب العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة واستهداف ثلة من قيادة المقاومة الفلسطينية. وبناء على ذلك فقد تم تأجيل الاختبارات وتحديد موعد يوم السبت القادم 20/5 ليكون اليوم الأول لانطلاق الاختبارات الموحدة لطلاب الصف الأول وحتى الصف التاسع ومن الصف العاشر حتى الحادي عشر. ستبدأ الامتحانات بإذن الله عز وجل يوم 20/5 وستبدأ بامتحان اللغة العربية. ستبدأ امتحانات الفترة الصباحية الساعة 8 صباحا، أما الفترة المسائية فستبدأ الساعة 12 ظهرا، ومدة الامتحان ساعة ونصف. الامتحانات المعتمدة من المدريات هي اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم. أما باقي المباحث والتي تتعلق بالصفوف من الخامس حتى التاسع سيتم اعتمادها من المدارس. أما بالنسبة لطلاب الصف الأول وحتى الرابع فلن يكون لهم اختبارات ولن يكون أوراق عمل، وسيتم تقييمهم حسب التقييم التراكمي. سيتم توزيع الشهادات المدرسية يوم 5/6، وستبدأ عطلة نهاية العام الدراسي يوم 6/6/2023. هذا ما يتعلق بالاختبارات الموحدة لطلاب مدارسنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يكتب لهم النجاح. طبعا بالنسبة لوزارة التربية والتعليم فقد اعتمدت خطة تم توزيعها على جميع المدارس الحكومية، وهي خطة الدعم النفسي لطلاب المدارس. فلا شك بأن الطلاب عاشوا أياما صعبة في ظل الاعتداء على أبناء شعبنا في قطاع غزة، ولذلك غدا بإذن الله عز وجل سيكون دوام طبيعي للطلاب وللمعلمين، وسيتم استثمار هذه الأيام المتبقية من الأسبوع يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتقديم الدعم النفسي وتهيئة الطلاب للاختبارات النهائية. لذلك رسالتنا كذلك إلى أولياء الأمور دعم ومساندة المدارس والعمل على تهيئة الطلاب نفسيا وتهيئتهم من حيث مراجعة الدروس، علما أن الاختبارات ستكون في الربع الأخير. الاختبارات ستكون من دروس الربع الفترة الرابعة الربع الأخير. لذلك نتمنى من أولياء الأمور التركيز على موضوعات الفترة الرابعة أي الربع الأخير، فجل الاختبارات ستكون من الفترة الرابعة بإذن الله عز وجل.